ازيكم عاملين ايه؟ رجعنا تاني لريزيدنت ايفل 3، اشوفكم بعد الفاصل. معي الصحة، هنعمل خد دي خد دي نحط دي مع دي. مش طب انا اخزن دي، مش محتاجة اخزن دي، مش محتاجه دي، خلاص ما عادش لاقي لازمة. تمام كده اوكي، هنعمل ايه بقى؟ ايه ده بس هخلص فيها في مجد الدكتور راح فين؟ راح عامل زعق ويقول لك تعالى لي واعمل فين يا فندم؟ ماشي، عارفين ما كانوا عارفين في كورونا ولا ايه؟ اللعبة دي نازلة قبل كورونا، نازلة وقتها شوف. طب بص نحاول نرمي الكاميرا يا اختي عليك يا رمية، بتهزر. لا مش بلية هي، مش ان في ايه منو يخبط؟ ايوه جاي اهو، انت اللي مفتاح ابنك ولياسي. يعني يا ريت يا عم موت يا عم، بس نحتاج الازهار الحمراء دي عشان انا مش عارف، حاسس ان مالهاش اي لازمه لحد دلوقتي، ما استفدتش منها اي حاجه. هتقوم تاني؟ في حد هنا؟ في حد؟ مفيش حد هنا، بس في حاجه. بيك لوك، بيك لوك مش معايا، كان مع جيلي بس. بس انا بفكر جدا العب وزي بوتن 2 بعد دي باذن الله. نخلص دي الاول، ده كاسيت شغال بيه شرايط. ده ريبورت نيرس تمريض. شادو؟ لا. دكتور بارد، are you in there? I'm here to rescue you. Open the door. No voice match found. Voice match? What kind of sci-fi bullshit is this? طب احنا عاوزين تقريبا شريط نحطه في الكاسيت ونحط الصوت بتاعه في البتاع. ايه يا ابني اللي انت بتقوله ده؟ البتاع اللي انت قلتها؟ انا عايز جملة مفيدة. قول لي جملة مفيدة عشان افهمك. مش انت قول لي قلت لي البتاعة امي امك مالها مال الكلام يا بتاع؟ حط الصوت في الجهاز عشان الناس عشان عدينا. بصلي على حضرة النبي، انت جبت المعلومات دي منين؟ طيب طبعا مش هتيجي حاجة دي بالسهل يعني. بص لازم في ايه؟ انت حاطط لي 5000 واحد. خسارة، انا هاخد القنبلة دلوقتي، تنفعني القنبلة. مش قنبلة هنا. والله بس لا انا هجيب المسدس. اقسم بالله المسدس بيوقع. الله. بقى. طيب انت غلبان، شكلك غلبان. عارف لو كسرت الازاز.
نل خضني. ايه يا عم؟ خلاص يا جدعان فاكر اهو الشفاء. الله برضه ما بيموتوش. ولا اقسم بالله ما اخد جلاش. لا بص تعالى كده خلاص اديتهم كنت امر ده في دور تاني وكده. عارفين لعبة ليه مرعبة مرعبة جدا؟ اوتلاست يا نهار ابيض. اللعبة دي اول ما نزلت يا جدعان يعني مش عايز اقول لكم انا كنت بتنفقد. لا اللعبة دي كانت جامدة قوي مرعبة جدا. الجزء التاني كان ها يعني بس قوي بس يعني ايه من التجربة ما كانتش جديدة. اوكي نوت ذس واي ماشي احسن برضه. ليه؟ يا نهار ابيض. لا او اطلع فوق. ده في الليله فوق يا ابني. طيب لكن كده ماشي مش مشكله. طب انا اطلع ازاي طيب؟ في باب فتح؟ انا اساسا باب فتح. طيب ده خليني اجباري ده بين الدنيا. ثواني في دوس عليها شويه. ايه ده في ايه؟ مش عارف ايه اللي هو اللي حصل. خدتها؟ مش اللي خدتها غصب عنك. سيف ها؟ سيف. في حاجة هتحصل. بالسيف يبقى في حاجة هتحصل أكيد. إيه احنا قلنا عملنا إيه؟ فين؟ كان هنا أه. مش هنا؟ كان هنا. أم الظاهر. إيه؟ أنا شفت حاجة بتهيألي. أنا شفت حد شفت حد بيجري هنا. بتهيألي ولا إيه؟ لا ما تهيأليش، أنا شفت حد بيجري. والله شفت حد بيجري. في حد؟ هو في أنت عملت دول زي هو في هي دي غير دي ولا إيه؟ ما دي هي دي. ما طلعتش الشباكين مصريين مش عارف. مقفول أحسن. مين عمال يخبط ده؟ بس لو ده دلوقتي هتلاقي في خمس سيرف واحد خرج. انا عاوزكم دول الاول. استنوا بس كده. استنوا 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 استنوا. يا نهار ابيض ده في قوم جوه. تيف فين؟ فين التيف يا ابني؟ فين قوم الشريط؟ يا ربي عليا. تعال اثبت. خلاص ايه فين يا عم الدكتور؟ في ايه؟ معلش طمن عليك بس انت بقى تقومي. انا حبست امك بس نامي بس انا حبستك. قنبلة ايه اصحى الجزيرة دي؟ بقول لكم متوصلين بيها. هو فين انا؟ هو في وحش قبل ولا ايه؟ انا بطمنش انا الصحة الجزيرة دي. خزنة. طب انا كان معايا ريبورت ممكن اشوفه كده يكون فيه إذا بيج بقول لك هو خنزير.
وتقريبا في حاجة في تريتينج روم. تريتينج روم دي فين؟ طب ممكن ننزل نشوف كده. تريتينج روم طيب هو لسه فيه، لسه فيه زي ما ندور. وانا برضو انا معيش حاجة برضو للأسف لسه. ممكن استخدم، لا ده مفتاح مش عارف، انا مش عارف مفتاح المعلقة اصلا هستخدمه في ايه لسه لحد دلوقتي. طيب خلينا نفكر بس الخزنة دي في ده بطيخ غوريلا شايف انا يعني. لا ممكن نرجع تاني ناخد صحة عشان واضح ان في حاجة هنا كبيرة قوي. استنى بس يا كابتن، او صحة بس في حاجة هنا، في حاجة هنا جامدة. ناخد مجزرة هنا، دي هنا ناخد مجزرة. استنى هو ده عن نفسه نايم ده. والله انت صح، انت صح. ها مش هتقوم؟ لا ماشي. في ايه؟ ليه الموسيقى دي؟ خلاص خليك هادي يا كارلوس، انت عامل لي رعب اكتر. والله عامل لي رعب خطواته دي. بقى تقوم ولا عمل ترعة ده؟ حاجة؟ مفيش. ده أكيد مفتاح ده. أيوة أكيد. ده إيه بقى مش فاهم؟ إيه؟ مش ده عشان لو حد جه ما يقوش بيقول لك مكانه فين. طب عشان احنا ناس أذكياء وخبرة في ال باخد في الهب في البتنجان عارفين كل حاجة. ايه فلاش ونيل مش عارف لحد دلوقتي لازم ايه. طب ده ليه الشريط طيب يعني؟ يا نهار ابيض يا عم، حرام عليك يا عم. ده دخلت جوه اصلا ازاي مش فاهم. يخرب بيت الصوت، والله الموسيقى التصويرية بتاع اللعبة عاملة لي رعب أكتر من اللعبة نفسها، والله العظيم. نفتح إيه دلوقتي؟ طب ده نهار أبيض، أقسم بالله عارف إن في حاجة. بص ده كلب ولا إيه؟ سربرايز ماذر فاكر. النهار ده مين ده؟ مش ناقصة أصلا، مش ناقصة. ده هيموت أصلا ده؟ هيموت أصلا ولا إيه؟ مش فاهم. كابتن لأ يا نهار، إيه ده؟ ده من ضربة واحدة. الله طب نعمل إيه طيب؟ القنبلة فين؟ أنا عاوز أعمل، لا انا خلي الرشاش واحد يا جماعه، انا اخليه واحد. كانت فين الشيفت؟ لا انا ايوه انا عاوز الرشاش يبقى واحد، رشاش واحد يا ربي، واحد رشاش واحد. المسدس يبقى اثنين تمام ماشي. كومبيه ثلاثه بس، وهيجي يرمي لكم بقى على طول. اقول لكم دي بقوا ميه بس اللي ميجي علينا. خرابة دي، هي دي داخلة بس، هي دي داخلة. يا ترى بقى ياخد القنبلة يموت ولا مش هيموت؟ ابلع دي يلا. ولا خد يا ايه ده؟ بس كده؟ الله عمل كده ليه؟ مفيش حد غيره. ها؟ مفيش
عشان ما هزعق والله هزعله في حاجة تانية غير سمى السف الأول. المهم هنا هو في حاجة هنا ما عرفناش. استنى كده كان في باب هنا كان عاوز بتاع. لا ما هنا خزنة. هنا خزنة قلنا ولا هنا في حاجة في حاجة هنا ولا إيه؟ لا دي دقة يا عم بقى شوف بقى خرب بيت كده. في حاجة هنا يا جماعة عمال تجيب لي علامة لا هنا؟ اه دي ماشي ماشي هو بيعلم لك بيعلم لك صحيح اه نسيت بيعلم أي حاجة فيها حاجة أنت ما خدتهاش بيعمل لك علامة حمر مش فكرة أنت ما رحتهاش لا هو بي يعني حاجة لو في حتى ذخيرة في الأوضة دي أنت ما خدتهاش بيبقى لونها احمر بيعلمك بالاحمر بحيث يقلل نسبه لو انت ناسي حاجه مثلا ولا حاجه مهم بس ماشي انا ما بحبش المرات الطويله دي. ايه ده اتنين تهزروا بص اكيد بتاع جوه. لا مش بقى انتوا ال ازاي يعني مش فاهم هو في ميتين ام بناخد ايه يعني مش فاهم حطهم فيها ايه اسمنت طب اوكي يا عم انت كمان الا ماشي انهار ابيض ده الزفاف كان مهدف بسم بالله انت بعمل فيك ايه انت على فكره بجد مستفز انت الوحيده اللي بتعملي كده انت الوحيده اللي بتعملي كده ايه يا شيخ ايه يا شيخ ايه بقى يا شيخ ربنا يهد المفتري يا شيخ يا خبر اسود على الجبروت بتاع الستات اتينك يا شيخه هما في اوضه هما متهببين هنا مش هخش انا هنا طب كويس ده عشان لما تجري طيب بص اه فهمت وانا هجري واقوم جاي نزلت تحت على طول خسرت الطريق ماشي لان فاكرين بقى ايه مكان الجري هم هنا يلا قنبلة في ايه؟ ايه ده؟ مش وقت بروسلي يا عم مش ده من اللي فيها بروسلي يخرب بيتك ده بالشقلب الله يخرب بيتكم القنبلة أصلا أنا مش حطيتهاش أنا المفروض تتعمل هنا ماشي تلاتة ماشي استنى يا كابتن نجيلك أهو تقدر صاحبك معاك يعني على فكرة ال أنت بقى كده المجدة على فكرة واحد لواحد اقسم بالله يعني ايه بقى نامي انا حواصلك بقى خلاص نامي هلا هلا بيلا يا اختي يا اختي يا اختي ايه يا كابتن ماشي 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 اهو خلي صاحبه جوه بقى خلي صاحبه جوه يا اختي ايه اكسر الباب ايه ران اكشن اهلك يا عم طب ما انا يا عم اطلع لي هنا بقى الله كل يوم كده تاخد كل يوم تاخد علقه هتضرب يا ياض هو انت ما بتحشي دماغك لما حوارك كل يوم ياض ولا ايه
تعال يلا. لا موت بقى يا عم موت. طب اعمل ايه؟ اعمل ايه؟ ده نهار ابيض، يبقى في كمية منتجة في الفيديو ده. لسه موجودة؟ ايه ده السرعة دي فيها؟ يا عم والله مش فكرة، الفكرة في الموضوع اللي هو بص من ضربة واحدة بالظبط بيجيبوه. ومش مخزن مفضي فيه الطريق كله مش راضي يموت، مش عارف ليه، في ايه مش فاهم انت عاوز ايه يعني بالظبط. هو عاوز قنبله للاسف. القنبله ده القنبله ده يعني ناصب مستحملها يعني؟ في ايه؟ بتلاقي حاجه غريبه ولا ايه؟ انا اتخيلت معاك في الشقه. لا حول ولا قوه الا بالله. ده بدي اثرت على دماغي باين. مين الرعب اللي انا عايش فيه؟ مش عارف يعني. والله انا بقول نفسي. فين ام الباب؟ ممكن فين؟ زرق نفسك؟ انا مش عارف اعمل ايه؟ الاوضه دي اكيد فيها حاجه مهمه، اكيد 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 فيها، هي اقفال بتاع الهباب. وافر ام الباب يا عم، افتح يا عم، انا مش عارف تقفل. ما انا اخش له يموتني. بلاش بقى ايه يلا موت يلا، انت خنزير يلا. ايوه وعاوز اخش جوه مش عارف ليه. دماغ امك دي يا نهار ابيض. تشقلبش بقى. يا عم موت. يا عم موت يا عم. ايه ده؟ والله المفروض يموت. يا نهار ابيض يا جدعان، يا جدعان انا خلاص هجيب 200 طلقه اقسم بالله. ميتين اهلك يا جدع. اقسم بالله ايه ده؟ فين ام الخرا؟ اهو عشان شيل الجله ده. خلاص يا عم، ايه ده؟ فين باب الدوس اللي كنا نهرب منه؟ في بيقول كنا نهرب منه. احنا مش قلنا هنطلع وهنجري وهنعمل فين ام ال الله؟ ران اجري خرب بيتك. هو فين يا عم؟ سيف نرجع. نهار ابيض. لا لا خلاص 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 بس اجري. يا نهار ابيض فجري بقى. لا بقول لك ايه، فبالله لما يموت بص هفجره تاني كمان مره يعني. يخت عليا خرب بيت امك. اخيرا يا نهار ابيض. طب يا جماعه احنا هنقف النهارده سنه تبدي جدا، بس وانتظروا فيديو جديد. يلا مع السلامة.
All the feelings that we shared are in the past. Your relationships are never